السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعات قناة تين شانيل. مرحبا بكم معايا اليوم في فيديو جديد على القناة. كنتمنى هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال إن شاء الله يا رب، وكنتمنى هذا الفيديو ديال اليوم يعجبكم. وكيف ديما كنبغي نرحب بالناس اللي دخلوا عندي جداد، مرحبا بكم معايا ومرحبا بكم بالناس القدام والفضل كيرجع لكم. المهم اليوم جيتكم بوصفة جديدة على القناة اللي هو كيك شوكولا، اللي كيجي جد جد رائع وراقي، وكيجي شوكولا والقهوة، كيجي الصراحة المذاق ديالو رائع مختلف على اللي كنت درت لكم ديال دانيت وداكشي، يعني هذا فيه القهوة كيجي مهم غادي يعجبكم، كان يعني متأكدة 100% غادي يعجبكم وغادي يعجب توليداتكم، اللي كيجي هشيش ورطب كيف كتشوفوا معايا. ها هو كيجي رائع، هانتوما كيف كيجي، كيجي كريمي من الداخل بحال فيه الشوكولا، هانتوما كتشوفوا كيجي زويون يعني في المذاق ديالو ولا في الشكل ديالو. المهم ما نطولش عليكم، خليكم مع الفيديو خليكم مع المقادير وطريقه التحضير. يلا تهلاو في راسكم وخليكم مع الفيديو. اول حاجه غنحتاجو في هذا الكيك هذا هو هذا القهوه سريعه الذوبان. غنحتاجو نص ساشيه عفوا نص ساشي او معلقه صغيره، والحليب دافي غادي دير غير نص كاس عنبة يعني ديال الحليب، وغادي نخلطوه وغادي نحطوه جانب. وغادي ندوزو للمقادير. غادي نحتاجو هنا 3 ديال البيضات يعني صغار، وإلا كبار غادي ديرو غير جوج، ونص كاس ديال الزيت، وكأس عامر ديال سنيطة، وجوج ساشيات ديال كاكاو المر، وخميرة ديال 15 غرام. الى ما عندكمش هادي يمكن لكم ديرو جوج حمر، وصاشي ديال الفاني، وجوج كيسان ديال الطحين، كيسان ديال العنبه. وهنا غادي نديرو البيض هو الاول، كيف قلت لكم 3 البيضات الا كانوا صغار، الا كانوا كبار غادي ديرو غير جوج. وغادي ندير السنيطه، وغادي ندير الفاني، وغادي نخلط بالخلاط الكهربائي. هنايا غادي نزيدو الكاكاو المر جوج ساشيات، وغادي نزيد نخلط بالخلاط الكهربائي وصافي. هنايا من بعد ما خلطنا المكونات غادي نزيدو داك الكاس ديال الحليب والقهوه السريعه الذوبان، وغادي نخلطو عاوتاني بالخلاط تنسجمو لينا العناصر، عاد نزيدو الطحين. وهنا كيف كتشوفوا من بعد ما ساليت الخليط يعني تخلط، غادي نزيدو الطحين كيف قلت لكم جوج كيسان ديال العنبه عامرين، وغادي نغربلوه بطبيعه الحال، وغادي نجمعوا الخليط ديالنا بحال الخليط ديال الكيك العادي.
وهنايا غنكون مجده يعني المول اللي فيه 22 سنتيم او 24 سنتيم. المول شحال ما كان صغير غادي يجي لكم كيك طالع، وماشي بالضروره يعني ديروا هذا اللي درت انا متقوم في الوسط، ديروا عادي، ديروا مدور، ديروا مستطيل على حساب. وغادي نزيدو هنايا الخميره الحلويات كتبت لكم، الا ما عندكمش هذه ديروا جوج خميرات حمر وصافي ونخلطوا عادي. وغنكون شعلت الفران على درجه الحراره المتوسطه وشعلت غير من التحت، يعني نشعلو قبل ما نبدا نخلط في الكيك، ونقص ونخليه على درجه حراره متوسطه وندخلو الكيك عادي. وهنايا غادي نكون ساليت يعني الخليط، درت له الطحين والخميره وكل شيء. وهذا هو القوام ديال الكيك، ما يكونش ثقيل وما يكونش خفيف باش يجيكم زوين. كيف قلت لكم المول درت له الطحين والزبده، يعني دهنته بالزبده ورشيته بالطحين. والمول ديلو اي مول عندكم، انا درت هذا الدائري وصافي. وغتخوي فيه الكيك وغتدخلها الفران. وانا خويت الكيك، وكيف قلت لكم الفران راني شعلته من قبل على درجه حراره متوسطه وندخلوا الكيك. المهم ندخل الكيك ديالي الفران وغادي نرجع. وهنايا من بعد ما دخلت الكيك غادي نوجد هنا السيرو باش نسقي الكيك عفوا. وغادي نحتاجو جوج معالق كبار ديال سنيدة، ونص كاس ديال الماء، وقهوة سريعة الذوبان كيس واحد أو ملعقة صغيرة. وغادي نديرو فوق البوطة تيغلى، وعاد نخويه على الكيك وهو سخون. وهنايا من بعد ما خرجت الكيك تخبتو بالكوردون أو فورشيت أو مهم اللي كان عندكم راه تقبتو ديجا مصورتش في الفيديو. وهنايا غادي نخوي السيرو ديالي، ماشي بالضرورة ديرو، يمكن لكم تسقيوها بالحليب او كرفت هذا يعني باش يجي فيها المذاق ديال القهوه، وكيجي المذاق يعني رائع ومعلكة بالداخل. وغادي نخويو عليها وغادي نزينوها، وغنحتاجو هنايا للتزيين. المهم غنخويو كامل، وحاولوا ديروها في ما ديروهاش في الطبسيل ديال التقديم، يعني حتى تسقيوها وديروها ديروها في الثلاجه، عاد ديك الساعه ديروها في الطبسيل ديال التقديم. هنايا درت الشوكولا اسود، ذوبته في حمام مريم مع معلقة ديال الحليب باش يجي فيها بغيو، وصافي غادي نديرو فوق الكيك وغادي نزينو من فوق الشكلاط مذوب، عفوا الشكلاط محكوك. وهنا من بعد ما درت الشكلاط سقيته بالشكلاط، غادي ندير شوكولا محكوك، يعني شاطالية وحكيته. يمكن ليكم تزينوها بالكوك او بكاوكاو او باللوز او الكركاع اللي كان عندكم، او لوز ايفيلي، مهم اللي كان عندكم توفر لكم غادي تزينوا به. وهنا غادي نكون وصلت النهايه ديال الفيديو ديال اليوم. مهم تهلاو فراسكم،
عندي عفوا نسيت ما قلت لكم ديروها في الثلاجه حتى تبرد. يلا تهلاو في راسكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، وما تنساوش لي لايك والتعليق ديالكم الزوينه، واي حاجه ما فهمتوهاش يمكن لكم تكتبوها لي في التعليق. تهلاو في راسكم حتى الفيديو القادم ان شاء الله، وكنتمنى في الفيديو الجاي ان شاء الله نلقاكم في احسن الاحوال. يلا تهلاو في راسكم، كنتمنى هاد الكيك يعجبكم ويعجب وليداتكم ان شاء الله. ما تنساوش تجربوه، راه غادي ينال الاعجاب ديالكم، يعني متاكده فيها 100%. يلا في امان الله.